فكل السيدات والبنات اللي بيعانوا من تكيس الموبايل عقلانيات جدا ويتميزوا بقدرة على منطقة المشاعر غير عادية، وبالتالي بيقعدوا كل شعور يمنطقوه، وبالتالي يحاولوا ان هم يصفوا الشعور بما لا يوصف به. المشاعر لا تمنطق اصلا، خد بالكم الحته، معلومه مهمه جدا دي. الشعور شعور، يعني مثلا الاستاذه هبه من الشخصيات، من يوم ما اعرفها من زمان، من الشخصيات اللي اول مره شفتها ارتحت لها. طب ارتحت لها ليه؟ هل في تفسير لهذا الارتياح؟ مفيش تفسير، ما حصلش بيني وبينها اي تعامل غير عادي يخليني ابني عليها ارتياح خاص يعني، بس انا ارتحت لها. ما بتحسوش كده ساعات مع ناس تقابلوهم ترتاحوا لهم؟ صح؟ طب مرتاح ليه؟ الشعور كده، الشعور ملوش منطق، الشعور غير منطقي. العكس صحيح، انك تقابلي شخص تقفشي منه ومش ما حصلش اي حاجه خالص بينكم. فالشعور ملوش منطق حضراتكم، الشعور شعور. فمنطقة المشاعر لا تصلح. فكل ما السيدات اللي بيعانوا من تكيس المبايض عندهم مشكلة كبيرة جدا في منطقة المشاعر، وبالذات مشاعرهم ناحية مين؟ الراجل في حياتهم اللي هو غالبا بيكون الأب، ثانيا الزوج، ثالثا مين؟ الأخ. فعلشان نقدر نساعدهم يبدأوا يشوفوا نفسهم مش يشوفوا غيرهم، ان هم أخصائيات، ان هم يشوفوا ايه؟ الاخر. حط ابوها تحت الميكروسكوب كده بالملي، بالحركه، بالرمشه، لكن مش شايفه خالص هي بتهبب ايه نهائيا، ولا يخطر لها على بال انها تشوف نفسها هي فين في العلاقه معاه. فمجرد ما بتبدا تتدرب على انها تبدا تشوف نفسها في العلاقه مع الاخرين وعلى راسهم الشخص اللي هي قافله معاه، لان هي في الواقع مش بتعمل كده بس مع ابوها، هي بتعمل كده مع ناس كتير جدا ومع رجاله كتير جدا في حياتها.